السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الجميع بخير في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. سنستكمل ما بدأنا فيه من محاضرات التعليم الإلكتروني لمسار الكيمياء الحيوية 2. تكلمنا فيما سبق عن عدة نقاط: كيف يتم استخدام واستهلاك الدهون من أجل إنتاج الطاقة؟ كيف يتم نقل الدهون في البلود سيركوليشن؟ ما هي مصدر الدهون؟ وفي النهاية تكلمنا أو عرفنا أن هناك ثلاث أمور أساسية تحدث من أجل استهلاك الدهون من أجل إنتاج الطاقة، وهي عبارة عن الأكتيفيشن والترانسبورتيشن والأوكسيديشن. اليوم حنتكلم عن الأوكسيديشن بشكل أساسي، ولكن حنحكي كيف يتم نقل الدهون من خارج الخلية إلى داخل الخلية، وما هي الإنزيمات المستخدمة، وفي أي صورة يتم نقل هذه الدهون. صورة حنتكلم عنها ببساطة ونبدأ بها الموضوع. عندي في خلية، هذه الخلية عندي الفاتي أسيد موجود في البلد سيركوليشن. لازم تدخل الفاتي أسيد داخل الخلية، فبتدخل بفعل حاجة بنسميها الفاتي أسيد ترانسبورترز. هي عبارة عن نواقل موجودة في السيل ممبرين للخلية بتسمح بدخول الفاتي أسيد. أصبحت الفاتي أسيد داخل الخلية في السيتوبلازم الخاص بالخلية. مكان استهلاك الفاتي أسيد بشكل أساسي هو عبارة عن الميتوكوندريا، وبالذات في منطقة الميتوكوندريا الماتريكس. علشان تدخل الفاتي أسيد إلى الميتوكوندريا وتصل للميتوكوندريا الماتريكس ويبدأ عملية الأكسيديشن لإنتاج الطاقة، لازم تمر بعدة مراحل. أول مرحلة يتم تحويل الفاتي أسيد إلى مركب بنسميه فاتي أسايل كو إي، وذلك من خلال إضافة مادة أو مجموعة اسمها أسايل، بإضافة مادة أو مجموعة اسمها كو إي، وبالذات أسايل كو إي، إلى الفاتي أسيد بفعل إنزيم اسمه فاتي أسايل كو إي سينثيز، فيتم تحويل الفاتي أسيد إلى مركب آخر اسمه فاتي أسايل كو إي. الفاتي أسايل كو إي بمجرد ما يتكون مباشرة بتحول إلى مركب آخر وسطي اسمه أسايل كارنيتين بفعل إنزيم اسمه كارنيتين بال ميتو ترانسفيريز 1 CBT. فالCBT هو عبارة عن إنزيم وظيفته الأساسية، CBT 1 هو عبارة عن إنزيم وظيفته الأساسية مباشرة أول ما يتكون عند الفاتي أسايل كو إي بحوله إلى أسايل كارنيتين. هذه الأسايل كارنيتين هي عبارة عن الشكل الفاتي أسيد المسموح إله يدخل داخل الماتريكس، فبيجي إنزيم آخر اسمه كارنيتين أسايل كارنيتين ترانسلوكيز CATT بيحمل الأسايل كارنيتين وبيدخله داخل الميتوكوندريا علشان يصل إلى الميتوكوندريا الماتريكس. بمجرد ما يدخل الأسايل كارنيتين إلى الميتوكوندريا الماتريكس بيمسكوا إنزيم آخر اسمه كارنيتين بال ميتو ترانسفيريز 2 CB2 وبيحولوا إلى فاتي أسايل كو إي مرة أخرى. بمجرد ما تتكون وينتج الفاتي أسايل كو إي مرة أخرى داخل الماتريكس للميتوكوندريا، بتبدأ تفاعلات البيتا أوكسيديشن اللي حنشوفها كمان شوية من أجل إنتاج أسيتيل كو إي. بمجرد وجود الأسيتيل كو إي حتبدأ الكريبس سايكل لإعطائنا ناد اتش وفاد اتش 2 التي تعتبر هي أحد مصادر الطاقة في الجسم والتي تتحول إلى ATP. طب لو كان في عندي كمية من الكارنيتين في الميتوكوندريا كافية وزيادة عن اللزوم، في هذا الوقت بيجي إنزيم آخر اسمه كارنيتين ترانسلوكيز بيعمل على نقل الكارنيتين من داخل الميتوكوندريا الماتريكس في حالة زيادة كمية الطاقة المنتجة إلى خارج الخلية. إذا أنا في عندي أكثر من مادة أو أكثر من إنزيم يساهم في هذه العملية. الإنزيم الأول اسمه فاتي أسايل كو إي سينثيز بيعمل على تحويل الفاتي أسيد إلى فاتي أسايل كو إي. الإنزيم الثاني اسمه كارنيتين أسايل كارنيتين ترانسلوكيز CACT وظيفته الأساسية نقل الأسايل كارنيتين من خارج الميتوكوندريا إلى داخل الميتوكوندريا وصولا إلى الميتوكوندريا الماتريكس.
بمجرد ما تصل أسايل كارنيتين إلى الميتوكوندريا الماتريكس هيشتغل عليها إنزيم آخر اسمه كارنيتين بالميتوترانسفيريز 2 CP2 ويحولها إلى المركب الأصلي وهو الفاتي أسايل كو إي اللي بتدخل البيتا أوكسيديشن رياكشن وبتعطيني أسيتيل كو إنزيم إي اللي بتدخل الكريبس سايكل وبتعطيني النات H والفات H2 من أجل إنتاج الطاقة بعد موضوع الإلكترون ترانسبورت تشينج اللي تكلمنا عليه في الكربوهيدرات والكريبس سايكل. طب لو أنا عندي كمية كافية من الطاقة اللي تم إنتاجها وما زال عندي كارنيتين عالي، بيجي إنزيم آخر اسمه الكارنيتين ترانسلوكيز بيفرز وبيخرج الكارنيتين إلى خارج الميتوكوندريا. هذه معظم الإنزيمات التي تشارك في عملية النقل وعملية إدخال الفاتي أسيد إلى الميتوكوندريا الماتريكس من أجل بدء عملية مهمة جدا اسمها البيتا أوكسيديشن. فهذه الرسمة لخصت أن الأكتيفيشن ستيب والترانسبورتيشن ستيب. بضل عندي البيتا أوكسيديشن ستيب اللي هنتكلم عنها فيما بعد. طيب المحصلة النهائية عندي ناد H وفات H2 نتجت من خلال الفاتي أسيد بيتا أوكسيديشن اللي فيما بعد هتدخل لكريبس سايكل فاعطتني مركب أساسي وهو عبارة عن الـ ATP. طبعا الصورة السابقة بنسميها بشكل العام كارنيتين شاتل، وهي بتتكون من الكارنيتين السبستانت وبعض الإنزيمات اللي احنا تكلمنا عليها وشوفنا اختصاراتها والترانسلوكيز اللي بتعمل كناقل. الكارنيتين كمركب أساسي موجود في الكارنيتين شاتل يتكون من حمض أميني أساسي اسمه اللايسين والذي يصنع، فبالتالي الكارنيتين يصنع في الكدني والليفر بشكل أساسي من اللايسين as amino acid. الكارنيتين أو الكارنيتين كمركب هو عبارة عن هيدروفيليك كواترنال أمين بيلعب دور كبير ومهم وأساسي في إنتاج الطاقة. الكارنيتين play a very critical role in the energy metabolism and ATP formation. The main function of carnitine is to transfer the long chain fatty acid to mitochondria للدخول في البيتا أوكسيديشن. يعني الكارنيتين ما بيجي عبثا وما له وظيفة أساسية، لا له وظيفة أساسية ويخلق ويصنع بهدف. هدفه الأساسي هو عبارة عن إدخال الفاتي أسيد التي تعتبر long chain fatty acid إلى داخل الميتوكوندريا حيث المكان الذي يحدث فيه البيتا أوكسيديشن الذي يؤدي إلى إنتاج أسيتيل كوإنزيم A التي تدخل في الكريبس سايكل لإنتاج الناد والفاد، لإنتاج الناد والH والفاد H2، لإنتاج الناد H والفاد H2 اللي بتتحول إلى ATP عند الإلكترون الترانسبورت. طب خلينا نصنف النقاط والخطوات اللي بتتم فيها الكارنيتين شاتل. الكارنيتين شاتل أول خطوة فيها بيبدأ من خلال نقل الترانس نقل ترانسفير اوف اسايل كو اي تو كارنيتين علشان يعطيني ايش؟ يعطيني الاسايل كارنيتين اللي تعتبر هو انترميديت سبستانت اللي هي المسموح لها تدخل داخل الميتوكوندريا الماتريكس. يعني كل الفاتي اسيد اللونج تشينج لازم تتحول في البداية الى اسايل كو اي، ثم بعد كده الاسايل كو اي تضاف إلى الكارنيتين لتحويلها إلى أسايل كارنيتين اللي يدخل داخل الميتوكوندريا الماتريكس. زي ما احنا شفنا هنا إنه هنا صار عندي أسايل كو اي، الأسايل كو اي تفاعلت مع الكارنيتين أعطت لي أسايل كارنيتين اللي دخل داخل الميتوكوندريا الماتريكس. طبعا هذا الرياكشن بتم بفعل إنزيم اسمه CAT1 وهو عبارة عن كارنيتين أسايل ترانسفيريز 1، كارنيتين أسايل ترانسفيريز 1. كارنيتين أسايل ترانسفيريز 1 هو عبارة عن إنزيم موجود في الأوتر ميتوكوندريا الممبرين، وظيفته الأساسية هو الذي يعمل وهو المسؤول عن عملية تنظيم دخول الفاتي أسيد إلى الميتوكوندريا من عدم دخولها بناء على احتياج للطاقة. في الأسايل كارنيتين بعد كده يتكون يتم نقله translocated إلى matrix of mitochondria من خلال إنزيم آخر اسمه CACT carnitine acyl carnitine translocase. هذا الإنزيم وظيفته الأساسية نقل الكارنيتين أو الأسايل كارنيتين اللي تكون إلى داخل الميتوكوندريا الماتريكس
مرورا بالممبرين اوف ميتوكوندريا. طب وين مكان هذا السي اي سي تي؟ مكان هذا السي اي سي تي اللي اسمه كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز، مكانه الاساسي في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. وظيفته الاساسيه تسهيل عمليه الترانسبورتيشن للمركب اللي اسمه اسايل كارنيتين. كارنيتين اسايل ترانسفيريز 2 سي اي تي 2 يتواجد في الانر في الانسايد اوف انر ميتوكوندريال ميمبرين، ووظيفته الاساسيه انه بيعمل تحرير للاسايل جروب من الاسايل كارنيتين. يعني بمجرد دخول الاسايل كارنيتين الى الماتريكس الميتوكوندريا هيشتغل عليه انزيم تاني اسمه كارنيتين اسايل ترانسفيريز 2. وظيفته الاساسيه انه بيشيل مجموعه الاسايل من هذا المركب، فبيعطيني اسايل كو اي از فري، بيعمل لي ريليزنج releasing of acyl group from acyl carnitine، فبعطيني acyl CoA. علشان يكتمل الكارنيتين شاتل، الكارنيتين صار في عندي كارنيتين، خلصت من الكمية بدي أخلص منه، يخرج خارج الخلية من خلال إنزيم آخر اسمه كارنيتين ترانسلوكيز أو acyl carnitine ترانسلوكيز، بسموه CAT acyl، أو بعض الأحيان يسموه CAT، هو عبارة عن كارنيتين أسايل ترانسلوكيز أو كارنيتين أسايل كارنيتين ترانسلوكيز. سواء الناس بتسميه كارنيتين أسايل ترانسلوكيز أو كارنيتين أسايل كارنيتين ترانسلوكيز، كلاهم صح، ولكن الأفضل إنه الكارنيتين أسايل كارنيتين ترانسلوكيز لدخول الأسايل كارنيتين إلى الميتوكوندريال ماتريكس، بينما عشان يكون فيش عندي overlapping في المسميات، بينما الكارنيتين أسايل ترانسلوكيز لإخراج الكارنيتين بعد التخلص من الأسايل جروب داخل ميتوكوندريال ماتريكس، فبالتالي هذا الكارنيتين بيخرج خارج الميتوكوندريال ماتريكس، وحنشوف هذا الرسمة فيما يلي بشكل أكثر واضح. مرة تانية بنعيدها، هذه الرسمة اللي تكلمنا عنها، عندي الفاتي أسيد هيدخل داخل السيل ميمبرين، هيجي عليه فاتي أسايل كو اي سينثيز، هيديني فاتي أسايل كو اي، هيتحول مباشرة إلى أسايل كارنيتين، أو بمعنى آخر هينقل أسايل جروب إلى الكارنيتين بفعل إنزيم اسمه سي بي تي كارنيتين بال ميتو ترانسفيريز 1، فهيديني مركب وسطي اسمه أسايل كارنيتين. الأسايل كارنيتين هيدخل داخل الميتوكوندريال ماتريكس بفعل إنزيم اسمه كارنيتين أسايل كارنيتين ترانسلوكيز إنزيم. هنا هيصير عملية تحلل ما بين الأسايل جلوب والكارنيتين بفعل إنزيم اسمه كارنيتين بال ميتو ترانسفيريز 2، فيشيل لي الأسايل جلوب ويبعدها عن الكارنيتين. الأسايل جلوب مباشرة هتتحول إلى هتدخل الأسايل جروب هتتحول إلى أسايل كو اي، هتدخل في البيتا أكسيديشن هتعطيني أسيتيل كو اي، الأسيتيل كو اي هتدخل في الكريب سايكل هتعطيني ناد اتش وفاد اتش 2. الكارنيتين اللي صار له عملية تحلل هيخرج من الميتوكوندريال ماتريكس بفعل إنزيم تاني اسمه الكارنيتين ترانسلوكيز، كارنيتين ترانسلوكيز. عشان كده بنقول دايما كارنيتين أسايل كارنيتين علشان عملية الإدخال، هنا ما فيش أسايل فبنسميه كارنيتين ترانسلوكيز، بكون أفضل وأصح. مرة تانية بأكد، طالما في عندي كارنيتين محمل عليه أسايل بده يدخل داخل الخلية المسؤول عن دخوله إنزيم اسمه كارنيتين أسايل كارنيتين ترانسلوكيز CACT، بينما بعد عملية ريليزنج للأسايل جروب عن الكارنيتين، الكارنيتين بيكون فري، هيخرج خارج الخلية، فبيخرج من خلال كارنيتين ترانسلوكيز، كارنيتين ترانسلوكيز انزيم. طب ايش قصة البيتا اوكسيديشن اللي احنا هنتكلم عنها؟ يعني وصلنا الى فاتي اسايل كو اي، هتدخل البيتا اوكسيديشن. طب ايش قصة البيتا اوكسيديشن؟ البيتا اوكسيديشن ببساطة هي عبارة عن احد الميتابوليك بروسيس، بتشمل خطوات مختلفة ومتعددة يتم فيها تحطيم الفاتي اسيد من اجل انتاج الطاقة، يعني بريك داون اوف فاتي اسيد فور ان اوردر تو اي تي بي برودكشن. طيب عشان نكون اكثر دقه في التعريف، بقول لك انه البيتا اوكسيديشن كونسيست ان اور انفولف ان بريكينج داون لونج تشين فاتي اسيد ذات هاف بين كونفيرت تو اسايل كو اي تشين
into progressively small fatty acid acyl CoA change. يعني أنا في عندي fatty acid long change تدخل البيتا أسيد البيتا أوكسيديشن بروسيس تستقبل الفاتي أسيد لونج تشينج على شكل أسايل كو إيه تدخل في عملية رياكشن مالتي ستيب عشان تعطيني أسيتيل كو إيه. الأسيتيل كو إيه هي اللي بتعطي في النهاية إي تي بي. This reaction released يعني النهاية والمحصلة النهائية للبيتا أوكسيديشن تشينج أو البيتا أوكسيديشن بروسيس أو البيتا أوكسيديشن ستيبس هي عبارة عن أسيتيل كو إيه ناد أتش فاد أتش 2 ناد أتش فاد أتش 2. الناد أتش والفاد أتش 2 والأسيتيل كو إيه الأسيتيل كو إنزيم إيه هيدخلوا في سكريبس سايكل أو سيتريك أسيد سايكل من أجل إنتاج الطاقة. البيتا أوكسيديشن هتستمر حتى تعطيني 2-acetyl-coenzyme A molecule are produced and acyl-CoA change has been completely breakdown. يعني حضرها البيتا أوكسيديشن شغال عشان تعطيني في النهاية acetyl-coenzyme A. acetyl-coenzyme A. طبعا هذا يعتمد على عدد ذرات الكربون الموجودة في الفاتي أسيد اللي دخلت إلى الخلية. طب وين بتصير البيتا أوكسيديشن؟ لو قلت أنا عندي بروكاريوت سيل حلاقيها بتصير في الميتاكوندريال، بينما في البروكاريوت سيل حتصير في السيتوسول مباشرة في السيتوبلازم. For beta oxidation to take place, fatty acid must be first enter in the cells through the cell membrane. Then this fatty acid will be bind with coenzyme A to forming acyl CoA. وهذا اللي احنا شفناها في الرسمة، إنه أي fatty acid long change علشان يدخل الخلية بيحتاج إلى فاتي أسيد ترانسبورترز، بدخل الكومبلكس هذا داخل الخلية. بمجرد وجود الكومبلكس داخل الخلية هيرتبط مع كوإنزيم A لتكوين أسايل كو A، لأن الأسايل كو A هي عبارة عن الانترميديت اللي فيما بعد هتتفاعل مع الكارنيتين بناء على الرسمة السابقة. طبعا and in the case of eukaryote cell enter the mitochondria where beta oxidation occur. طبعا اداني acyl CoA في الايوكاريوت البيتا اوكسيديشن بتصير في الميتوكوندريا، فلازم الاسايل كو A تدخل الى الميتوكوندريا. طب كيف تدخل الى الميتوكوندريا؟ تدخل الى الميتوكوندريا على شكل acyl carnitine، على شكل acyl carnitine ستيب بالثلاثه اللي احنا اخذناها في الرسمه السابقه. بينما في البروكاريوت خلاص وصلت الى شكل acyl كو A تبدا عمليه البيتا اوكسيديشن. طب البيتا اوكسيديشن كام ستيب؟ حوالي 4 ستيب. الستيب الاول بنسميه دي هيدروجينيشن والهيدريشن والاوكسيديشن وثايوليزيس عمليه التحلل. طبعا كل ستيب من هذه الخطوات او كل خطوه من هذه الخطوات تحتاج الى انزيم معين وانزيمات معينه خاصه فيها. خلينا ناخذ خطوه خطوه وحنتوقف عند اخر خطوه. الخطوه الاولى اللي اسمها دي هيدروجينيشن، وهي عبارة عن أول خطوة تحدث في البيتا أوكسيديشن بمجرد وصول الأسايل كو إنزيم A. طبعا الأسايل كو إنزيم A بمجرد ما تصل إلى الميتوكوندريال ماتريكس بيصير لها أوكسيديشن بفعل إنزيم اسمه أسايل كو A دي هيدروجينيز من اسمها من اسم العملية. طب إيش بيصير في هذه العملية؟ بيتم تكوين دبل بوند ما بين ذرة الكربون رقم 2 وذرة الكربون رقم 3 الموجودة في الأسايل كو A. هاي شكل الأسايل كو A، هذا شكل الأسايل كو A. هاي ذرة الكربون 1 2 3 4 بعدين الR side change. ذرة الكربون رقم 2 ورقم 3 بتم تكوين دبل بوند بينها في أول خطوة من خطوات البيتا أوكسيديشن اللي سميتها دي هيدروجينيشن. والدبل بوند بتتكون بفعل إنزيم اسمه acyl CoA dehydrogenase enzyme. The end product لهذا الرياكشن مركب اسمه trans delta 2 enol CoA. trans delta 2 enol CoA المحصلة النهائية استهلاك فاد لإنتاج فاد H2 وكمان إنتاج مركب اسمه trans delta 2 enol CoA اللي حيكمل الخطوة الثانية واللي اسمها هيدريشن.
بمجرد تكون المركب اللي اسمه ترانس دلتا 2 اينول كو اي هيشتغل عليه انزيم اخر يعمل له هيدريشن، يعمل له هيدريشن علشان يعطيني مركب. ايش هذا الاسم الانزيم؟ اسم الانزيم اينول كو اي هيدريتس انزيم. طب ايش بيعمل هذا الانزيم؟ بيعمل على اضافه مجموعه ماء على دبل بوند اللي اتكونت ما بين ذره الكربون رقم 2 ورقم 3، فبضيف OH على ذرة الكربون رقم 2، يعني كأنه بيكسر الدبل بوند وبضيف OH على ذرة الكربون رقم 2، وبالتالي الـ H هتكون على ذرة الكربون رقم 3. طبعا هذا الرياكشن ايش محصلته؟ محصلته مركب اسمه L3 بيتا هيدروكسيل اسايل كو اي. طب كيف الانزيم اللي بيشتغل عليه او مين الانزيم اللي بيشتغل عليه؟ انزيم اسمه اينول كو اي هيدريتس. طب ايش بتحتاج؟ بتحتاج ماء، بتحتاج ماء. اذا الهيدريشن هو عباره عن السكند رياكشن او السكند ستيب في البيتا اوكسيديشن، يتم فيها كسر الدبل بوند الموجوده ما بين ذره الكربون رقم 2 ورقم 3 من خلال اضافه جزيء ماء. يتم اضافه الاو اتش على ذره الكربون رقم 2 والاتش على ذره الكربون رقم 1، هيعطيني مركب اسمه البيتا هيدروكس اسايل كو اي. هذا التفاعل يحتاج إلى ماء وينتج بفعل إنزيم اسمه إينول كو إي هيدريتس إنزيم. بمجرد ما يتكون الـ بيتا هيدروكس أسايل كو إي هيدخل في الثيرد رياكشن وهو الأوكسيديشن رياكشن. كيف بصير أوكسيديشن؟ الأوكسيديشن رياكشن بصير على مجموعة الهيدروكسيل جروب الموجودة على درجة الكربون رقم 2 الخاصة بالمركب اللي سميته البيتا هيدروكس أسايل كو إي. بيصير أوكسيديشن بفعل الناد بلس اللي بيصير له عملية كونسيومينج في هذا الرياكشن، ويتم هذا الرياكشن بفعل إنزيم اسمه 3 هيدروكس أسايل كو إي دي هيدروجينيز. طب الإند برودكت، الإند برودكت بيتا كيتو أسايل كو إي أند ناد اتش. طيب الناد اتش هيدخل في الكريبس سايكل عشان يعطيني طاقة. إذا ملخص الأوكسيديشن هي عبارة عن مركب تم تكوينه اسمه البيتا هيدروكس أسايل كو إي. بمجرد وجود هذا المركب في الماتريكس الميتوكوندريا هيشتغل عليه إنزيم اسمه 3 هيدروكس أسايل كو إي دي هيدروجينيز. وظيفته الأساسية إنه بيعمل هيدروكسيل جروب إن بيصير عملية هيد أوكسيديشن للهيدروكسيل جروب الموجودة على ذرة الكربون رقم 2. المحصلة النهائية مركب اسمه بيتا كيتو أسايل كو إي واستهلاك ناد بلس من أجل إنتاج ناد اتش. الناد اتش هيدخل في الكريبس سايكل من أجل إنتاج الطاقة. آخر تفاعل هو ثيوليزيز وهو الفاينل ستيب واللي بتصير على المركب اللي اسمه بيتا كيتو أسايل كو إي. البيتا كيتو أسايل كو إي من اسمه تحلل، حيث يتم فصل هذا المركب إلى مركبين. المركب الأول بنسميه أسيتيل كو إي والمركب الثاني بنسميه أسايل كو إي. عملية الفصل أو عملية اللايسيز بتصير بفعل إنزيم، أكيد بتصير بفعل إنزيم. شو اسم الإنزيم؟ اسمه بيتا كيتو ثيوليزيز، بيتا كيتو ثيوليزيز. وظيفته الأساسية إنه بيعمل ديجريديشن للمركب اللي اسمه بيتا كيتو أسايل كو إي إلى مركبين، المركب الأول أسايل كو إي والمركب الثاني أسيتيل كو إي. طبعاً الأسيتيل كو إي اللي حتدخل الكريبس سايكل فيما بعد من أجل إنتاج الطاقة بتيجي من ذرة الكربون رقم 1 ورقم 2، بينما من ذرة الكربون رقم 3 وما بعدها تبقى على شكل أسايل كو إي لكي تستمر البيتا أوكسيديشن من أجل إنتاج أنظر أسيتيل كو إنزيم إي. إذن آخر خطوة، خطوة التحلل، يتم فيها استخدام إنزيم اسمه بيتا كيتو ثيوليز إنزيم. وظيفته الأساسية بريك داون أو تحليل مركب اسمه بيتا كيتو أسايل كو إي من أجل إنتاج مركبين. المركب الأول طبعا عندي المركب الاول اسايل كو اي والمركب الثاني اسيتيل كو اي. طب كيف هذه العمليه؟ هي عندي المركب اللي اسمه بيتا كيتو اسايل كو اي،
اشتغل عليه الإنزيم اسمه بيتا كيتو ثايوليز في وجود سبستانت أو في وجود مركب اسمه CoA-CH، هيكسر من عند ذرة الكربون رقم 2، هيكسر من عند ذرة الكربون رقم 2 و 3 من أجل إنتاج مركبين. المركب الأول هو عبارة عن الأسيتيل كوإنزيم A ويحوي ذرة الكربون الأولى والثانية، وباقي المركب هو عبارة عن أسايل كو A اللي حيدخل لكريبس سايكل من أجل استمرار عملية إنتاج الأسيتيل كوإنزيم A التي سوف تدخل لكريبس سايكل من أجل إنتاج، عفوا مرة ثانية لتأكيد المعلومة، إنه عندي الإنزيم اللي اسمه ثايوليز إنزيم أو البيتا كيتو ثايوليز إنزيم، هيعمل على كسر الرابطة ما بين ذرة الكربون رقم 3 و 4، هيضيف مجموعة CoA-SH على هذا المركب اللي بيحتوي على ذرة الكربون رقم 1 و 2، هيعطيني مركب اسمه أسيتايل كوإنزيم A اللي هتدخل لكريبس سايكل من أجل إنتاج الطاقة، وباقي المركب هيكون أسايل CoA اللي هتدخل البيتا أكسيديشن بروسيس مرة تانية من أجل استمرار إنتاج الأسيتايل كوإنزيم A التي سوف تستمر في دخول الكريبس سايكل من أجل إنتاج الطاقة. هذا بالنسبة إلى مراحل البيتا أكسيديشن، خطوات البيتا أكسيديشن، كيف تتم البيتا أكسيديشن، المحصلة النهائية للبيتا أكسيديشن. هنكمل فيما بعد في المحاضرة القادمة ما هي التشابهات والاختلافات ما بين الأسيتايل كوإنزيم A والأسايل كوإنزيم A. دمتم في حفظ الله ونراكم قريبا بأمر الله.